قضايا متنوعة وأفكار مهمة مصدرها نهج أهل البيت عليهم السلام، ناقشها باحثون لامعون في مجالهم الحوزوي والأكاديمي، هدفهم بث الفكر الإسلامي الأصيل وإظهار دور الإمامة في إصلاح المجتمع وترسيخ السلم الأهلي، حيث شهد مؤتمرا الإمام السجاد والباقر عليهم السلام مناقشة 12 بحثا لنخبة من الباحثين. نجح المنظمون في استحضار واستدعاء مختلف ربما المختصين من جميع أنحاء العالم من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، أدعو كل المسلمين لمعايشة هذه الروحانية بجوار مراقد ومشاهد الأئمة عليهم السلام. هذا المؤتمر في الحقيقة هو عبارة عن فرصة تاريخية وحضارية للنهوض بالمسلم لكي يفيد من هذا الرصيد التراثي الثر الموروث والمأثور عن أهل بيت الأصمة والطهارة سلام الله عليهم أجمعين. عندنا في قارة السمراء يعني من خلال هذه المؤتمرات نفهم، والناس الكثيرون يعني يتفهمون ويستبصرون من خلال هذه المؤتمرات. كان عنوان البحث هو تثقيف الإمام الباقر صلوات الله عليه لمرجعية الفقهاء، ذلك باعتبار أن الفقهاء هم المراجع للناس في أخذ الأحكام الشرعية إلى جنب إمامة أهل البيت عليهم السلام. عنوان بحثي هو البعد الإنساني في فقه الإمام الباقر سلام الله عليه، توريث أطفال الذمي بعنوان نموذج. كل القراءات أنا في تقديري قراءات جديدة اختيرت بعناية، إنما تدعو إلى خطاب إسلامي معتدل. ينبغي الاطلاع على هذه المفاهيم، استعمال كل الوسائل الإعلامية. أنا أشجع وأبارك مجهود الإعلاميين لنشر هذه الأفكار وهذه الملتقيات المباركة. الكلمة الأخيرة للأتبة العباسية المقدسة فقط يعني ندعو لها، نقول الله سبحانه وتعالى يتكفل بشؤونها ومثلا يجزيها بكل الخير، لأنها حقيقة تقيم بالأمل مذهل جدا جدا، ونشكر الله تعالى بوجود مثل هذه الأتبات ومثل هذه الأعمال التي تقيم به. البحوث التي ألقيت في مؤتمري الإمام السجاد والباقر عليهما السلام كانت من الجزائر والمغرب والكويت وإيران وتونس، فضلا عن البلد المضيف العراق، وجميعها كانت ذات قيمة عالية ومطابقة للمحاور التي أعدت من قبل اللجنة العلمية والتحضيرية.